خير، معكم دراجونوف ورجعت لكم بفيديو جديد. من يومين نزل حدث جديد فيه سكنات اسلحه جديده واللي هي الدارك رويال واللي فيها سكن للشوت جن وسكن للبلازما. واليوم وبهذا الفيديو راح نحرق مع بعض هذا الحدث ونشوف سكن الشوت جن هل هو قوي ولا لا، ونشوف سكن البلازما. معكم دراجونوف، واذا كنتوا جاهزين يلا نبلش. وطبعا هذا الحدث عباره عن حدث ويب وبامكانك تلاقيه عن طريق التقويم هون، وراح تلاقيه عند البيست ديلز. واول شيء راح يطلع بوجهك هي الدارك رويال، او بالعربي اتوقع العجله المظلمه. وبما ان لساتنا بسلسله احداث الهالوين، واضح انه السكنات مقتبسه من احداث الهالوين. طلع اللون البنفسجي الطاغي بكل مكان، والجماجم والرعب والسوالف هاي، طلع الموجوده هون على سكن الشوتجن بكل مكان، جمجمه هون جمجمه هون. فخلينا ندخل الحدث ونشوف مع بعض هذول السكنات. اوكي اوكي اوكي، مبدئيا العجله راح تكون سهله. اوكي، حدث اليوم راح يكون عباره عن كرود. اول شيء خلينا نعمل شفل، عندنا هون سكن الشوتجن، وبرضه هسه راح تلف عندنا هذول الكروت. تطلع كيف راح تنخلط هسه وراح تتوزع مره ثانيه. اول كرت راح نلفه راح يكون بخمس جواهر، وكل ما نلف كرت راح يتضاعف سعر اللفه اللي بعدها. بس بالنهايه احنا ضامنين انه بعد تسع لفات راح نجيب مع بعض سكن الشوتجن. خلينا نبلش حرق بهذا الحدث. اول شيء خلينا نجرب، لانه خير الامور اوسطها، خلينا نجرب اللفه اللي بالوسط على امل تطلع. اوه ليتس جو ليتس جو، لا يا ربي لا يا ربي، والله عن جد خير الامور اوسطها. تطلع بخمس جواهر، خمس جواهر بس جبنا سكن الشوتجن. يا رب الحظ يا الله. لا والله العظيم والله العظيم ما توقعتها بالمره، ما توقعتها من اول لفه جبت سكن الشوتجن. اوكي وهيك جبنا الجائزه المهمه بهذا الحدث. اوكي احنا نسينا البلازما، بعيننا الله خلينا نجيب سكن البلازما. اوكي طيب خلينا نلف هاي اللفه اللي هون. اوه ليتس جو ليتس جو ليتس جو، يا ربي من اول لفه سكن الشوتجن، ثاني لفه سكن البلازما. ليتس جو ليتس جو، يا ربي تخيل، يا ريت لو نسكن على الاقل غير البلازما، كان والله العظيم كان شيء اسطوري. اوكي احنا زودتها على البلازما شوي. طلع يا ربي 25 25 جوهر، اتوقع ما شفت قديش حق اللفه الثانيه، بس اتوقع ب 25 ولا 35 جوهر جبنا سكنين، مش سكن واحد سكنين، سكن الشوتجن وسكن البلازما. ليتس جو ليتس جو. بتاريخي كلاعب فري فاير وكيوتيوبر بيحرق جواهر، هذا الحدث بصنفه كاسرع حدث حركته بحياتي. ما عمره حظي كان لهالدرجه اسطوري وسفاح بصراحه، ما عمري. خلينا ندخل نشوف قدرات هاي السكنات، نشوف اذا بتستاهل ولا لا. طيب مبدئيا خلينا نبلش بالشوتجن. اوكي مبدئيا شوتجن الامل فور 14. طلع مين يتذكر هذا الشوتجن؟ مين يتذكر هذا السكن؟ الا عن حياتي يا زلمه، ايش 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 الاشياء الغبيه اللي بنزلوها هون؟ صح احنا عملنا فيديو عن هذا الشوتجن، بس فيديو اليوم مش عن هذا السكن، عن سكن الشوتجن هذا. اوكي مبدئيا الارقام تبعته حلوه يعني كثير فخمه، في عندنا زياده 2 في الريت اوف فاير، واحد في الريلود سبيد. يا اخوان اللي بيعرف هذا الشوتجن واللي بيلعب فيه كثير راح يعرف انه في مشكلتين بهذا السلاح. اول اشي انه لازم تكون كثير قريب من خصمك، ثاني اشي انه الريلود سبيد تبعه مريخي، بيقعد سنه كامله وهو بيعمل ريلود. اذا خلصت الباغه من هون من هون لنهايه الزون عبين ما يخلص ريلود. لو انك زتت السلاح ودورت على شوتجن ثاني احسن لك بصراحه، اسرع بكثير من انك تستنى هذا السلاح عبين ما يعمل ريلود. مساله البعد ما حلوها بهذا السلاح، بس اعطونا اشي كثير خرافي بيساعد بالهيد شوت، بيساعد بالبربره، بيساعدك بشكل عام في اللعبه، واللي هو الريت اوف فاير. زاد عندنا 2 ريت فاير هذا السكن، وحللنا شوي مساله الريلود، يعني تطلع زاد الريلود سبيد زادت 1، فيمكن ما تستنى لنهايه الجيم، يمكن بنص الجيم بكون مخلص الريلود، يعني احسن بشوي. بس اجمالا انا بصراحه كثير حاب اني اجربه، حاب اشوف ايش ممكن يضيف لنا، وهل هو كويس بالهيد شوت ولا لا، هذا اللي راح نعرفه بعد ما نجربه. خلينا نعمل له اكويب ونبينه باللوبي. اوكي معلش اتحملوني اتحملوني، انا مضطر اني اعمل عن سلاح البلازما. اوكي طيب خلينا ندخل هون، في عندنا سلاح البلازما. طيب مبدئيا عندنا بيزيد الواحد دمج واحد. اوكي كثير كويس، خلص خلينا ناخذه، وهي خلصنا يا كارس البلازما. اوكي فلا تاكلوا راسي في التعليقات تقول دراجونوف ما ليش مش راحت انا البلازما. طيب خلينا ندخل جيم زولو سكواد ونجرب مع بعض هاي السكنات. 3 2 1 يلا نبلش. اوكي هاي نزلنا جيم علشان نجرب مع بعض سكن الشوت جن. فخلينا اول شيء ناخذ التوكن تبعنا وخلينا ننزل ببدايه الخريطه. طلع في كثير سكوادات نزلت معي هون ببدايه الخريطه. منطقه سنتوزا هاي فيها كثير لوت، ففرصه اني الاقي الشوت جن على الارض اكبر. مش بس هيك برضه في ماكينه شراء، اذا اني ما لقيت الشوت جن على الارض وهو هذا اللي راح يصير راح اقدر اشتريه بالتوكن. اوكي ليتس جو، لقينا البلازما.
تمام. مبدئيا لقينا سلاح البلازما فاحنا مضطرين ان نكمل فيه لنهايه الجيم. انا بصراحه كنت ناوي اعمل هذا الفيديو على امل اني ما الاقي البلازما واخلص هذا الفيديو واقول يا الله خلاص ما لقيت البلازما فعشان هيك راح نعمل البيت. بس طلع اول ما نزلت لقيت البلازما. شو ام الحظ تبعي هذا؟ طلع ولقينا شوتجن، بس مش شوتجن بدنا اياه، شوتجن طلقتين. قسم بالله العظيم طول عمري نفسي الاقي شوتجن طلقتين من اول الجيم، قسم بالله العظيم. هاي المره لاني بدون شوتجن ابو 6 طلقات لقيته اول ما نزلت. يا سبحان الله يا سبحان الله. بس يلا عادي، شيء متوقع يعني، خلص حظي اكيد وانا قاعد الف هناك. طيب يلا اوه بابا في ناس هون، في ناس هون. طلع طلع سكين بلازما. اوه اعطينا هيد ليتس جو. لا اوكي اوكي والله شكل البلازما السلاح البلازما كويس. اوكي اوكي كمان هيد ليتس جو ليتس جو. تمام اوه ليتس جو. هي لقينا الشوتجن اخيرا اخيرا لقينا الشوتجن. طيب مشكلة البلازما انك ما تقدر تعمل له ريلود، لازم تضلك تستنى عبين ما يحمل، هاي هي مشكلته. بس من متى هو اساسا صار يتطور؟ طلع سكين البلازما ليفل 1 بقدر اطوره. اتمنى اذا اني طورته ليفل ماكس يصير اسرع بالتحميل. هاي في عندنا هذا مش ذاكر هذا قتلناه قبل شوي هناك. اوكي صراحه ليش كذا دمج البلازما كثير عالي، يعني شفتوا قبل شوي قديش كان يدمج 35 و40، دمج كثير ممتاز وكثير محترم. بس مشكلتنا مشكله الطلق. اوكي في عندنا هون صندوق، خلينا نجرب نفتحه، خلينا نشوف اول فتحه للصندوق بتكون مجانيه. اوه حلو حلو حلو، عندنا ثلج وعندنا هذا الكانون. اعطيني اعطيني يلا ليتس جو. خلينا نطلع من هالمنطقه البائسه اللي فيش فيها ولا شيء. يلعن اخت فيش فيها ولا شيء. طلع قد ايه اخذنا لوت لقلنا بس لقينا فيها الشوتجن واللي بلازما، وطبعا غير الثلج والدروع والخوت. انسى انسى. اوكي في واحد هناك، يا رب يشوفني يا رب يشوفني. في واحد هناك قاعد يمشي، يا رب يشوفني. لا 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 يا رب يشوف. مش عارف وشو وين رايح انت. اي معلم واي ار يو رانينج، وين رايح؟ اوكي 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 شكله الله والله العظيم شكله ابصر ابصر من شو هارب. ايش الشيء اللي شفته بحياتك لتهرب منه بهالسرعه؟ من هاد ليتس جو. لا يا اخوان والله سلاح البلازما محترم، هذا كلياته هو ليفل 1 والله كفو. بس طلع طلع بيطول قبل ما يعمل ريلود. يلا ليتس جو. بس شوف بالاول بيطول، بس اذا تركته شوي بصير يعمل ريلود بسرعه. ما بصراحه معلومات جديده عن سلاح البلازما اول مره اعرفها، يعني بصراحه طلع لا باس به يعني مش سيء كثير. في واحد هون في واحد هون. اوكي لا 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 طلع بصراحه يعني مش شبه ذاك السوء، يعني توقعت اسوء بكثير من هيك. اوكي اوكي يو 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 اطلع 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 اطلع. اوكي في واحد بيطخ عليه برضه هنا. لا 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 هيك انحسب انا. واحد 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 عالدوريه عالدوريه حبايبي عالدوريه. ايوه ضيو. لا 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 سكايلر يقطع شره. طيب يلا يلا ليتس جو ليتس جو. وقعنا هدات ليتس جو. مشكله ما معي ما معي. اوكي طيب ثاني حلو دمجنا وحده. طيب يلا نجرب فرصة نجرب الشوت جن. تعال لا 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 ضلنا اخر ثلج. اوه وقع من وين وقع؟ مين قتله؟ كيف وقع؟ ايش صار هون؟ ولا في واحد؟ معقول في واحد؟ معقول في واحد؟ انا مش فاهم ايش اللي صار بالضبط هون. واخوان وقع لحاله قسم بالله العظيم، هذا حرفيا بتنطبق عليه مقوله تركه تركه بيموت لحاله. ترى والله تركته كنت قاعد جاي اقتله بالشوت جن فجاه لقيته واقع. كيف ايش اللي صار؟ طلع فيش حد حواليه يعني، يعني ممكن تقدر تقول انه في واحد قتله حواليه بس طلع فيش حد، يعني لو في واحد قتله على الاقل راح يطلع علي راح يقتلني راح تخني هسه. يا الله الاشياء العجيبه اللي بتصير بلعبه فري فاير. يا الله طلع في واحد باعي اصحابه هناك بس باخر الدنيا شو بده يوصل. طيب خليني اطلع فوق. طيب خليني اطلع فوق اشوف ناس ثانيين اقاتلهم. تمام طيب هينا طالعين ليتس جو. اوكي هي في واحد على اليسار. هيو هسه بينت، هذا هو شكله كان قاتله. بس ليش ما دخل علي قبل شوي؟ مش عارف. ايوه ايوه هسه لا 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 ما شكله مع دراجونوف ولا اسكياس ولا مش عارف. واحد من السلاح هذول قويه. اوكي 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 نظبط الدرع. ايوه امورنا تمام امورنا حلاوه. اطلع لي اطلع لي مع بلازما. مع بلازما انا والله بني ادم ما بخوف، والله بني ادم ما بخوف. اذا بني ادم مع بلازما خايف منه يعني ار يو سيريس؟ طب يلا اطلع 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 اطلع. خلينا نلف وراي شجر احسن. طيب 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 طلع 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 كيف طلع كيف هيك. ايوه هيك احتمال يتدمج. لا ما تدمج. طب كمان وحده. لا والله بعيده كثير بعيده كثير هو من هنا. يلا وينه وين اختفى؟ يا ربي لاعبي فري فاير بس يختفوا بصيروا مشكلة. يلا اختفى خلاص كلين خلاص. انا الحق علي البداية قاتلك الحق علي بس خلاص تركه تركه. برضه تركه تركه بيموت لحاله. طيب لحد الان كل تجاربنا كانت على البلازما، بدي احب اجرب الشوت جن. اوكي اوكي واحد اي واحد هون نجرب عليه الشوت جن. اوكي لا اي وين هارب؟ ليتس جو ليتس جو. ابلع الهيد يا حبيبي ابلع. اوكي 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 خلينا ننزل هون، فيش عندنا شيء هون بهاي الدروب. حلو طلع صار معنا 7 كل لحد الان، متى جبناهم انا مش عارف والله ماني ذاكر متى جبت كل هذول. صح بسنتوزا. اوكي في عندنا دينجر هون، خلينا نهرب من الدينجر. في واحد بعيش اصحابه تحت. اوه شكله هو نفسه اللي قبل شوي كنت قاعد قاتل معاه. قلت تركه تركه بموت لحاله وراح يعيش اصحابه مش يموت. انا جاي اموتك انت واصحابك. يلا تعال علي تعال علي. اوكي هاي ماي نجيت كجيت كجيت.
وينها؟ وين تبي تعيش؟ اه هيها تبي تعيش. هسه لازم يكون بهالمنطقه، لازم يكون بهالارجاء. وينه بس؟ وينه مش مبين. والله ما هو مبين. وينه؟ هاي في واحد نازل. هاي في واحد من اصحابه هنا تو نازل. تعال 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 حبيبي، تعال حبيبي قلبي، حبيبي قلبي. والله البلازما خرافي يا رجل، والله خرافي. طلع لحد الان ما طورته. لو الاقي ماكينه التوكن اطوره. وين باقي الشباب؟ انا ما لقيتش الا واحد بس، واحد اللي نزل هون. اوه طلع في واحد ثاني بعيش اصحابه هناك. هاي جاي. شو مال كل الناس نزل عليهم الحب والحنان صارين يعيشوا اصحابهم. اوكي ايوهون. هيو قريب والله قريب. اوكي ايو نجح عيشهم. حلو يلا هاي جاي. هاي تعال. اوه حرام. طب انا والله المفروض وقع. يا رب وقع يركض فجاه قطع عند النت. اوكي في حرب هون. طيب في حرب طاحنه هون. وينه في واحد كان طخ هناك. برضه في واحد كان طخ عليه هون. يا رب في مليون حد هون لازم ادير بالي. طيب بس بالاول قبل كل شيء قبل ما اطلع الحرب في عندي ماكينه توكن هون، خليني اشتري منها ثلج واشتري قطع تطوير. لا ما بقدر اشتري لوحده. طيب هسه حاليا طورنا البلازما ليفل 2، خلينا نشوف شو وضعه. اوكي ايوه طلعت. اوه لا سكايلر يا رب يجي. لا ما جت. يلعن اخت الحول، شكرا مع التطوير البلازما ما بيحمل اسرع. يلا خلينا نكسر عليه الثلج. ايوه هرب. لا امشي حبيبي. يا حبيبي مش هيك. يا ربي في واحد جاي علي برضه هون. تعال حبيب قلبي. انت واحد كان هون، وين اختفى؟ اوه زون. عرفت مش جاي عليه، هو هرب من الزون. اوكي في مليون حد يا اخوان هون، والله مليون حد. انا خليني في واحد برا الزون قاعد يحارب. يا ربي ما اكثر الناس اللي بتطخ. ايوه هذا اخوان. تعال ايوه لا ما تفجرت فيه هاي. طيب يلا اطلع لف. تعال هذا السعد برا الزون بطخ. ممكن افهم مع مين بطخ بس كان. ايوه ضايل ندفع. ليتس جو وقعنا. اوكي ليتس جو. وين الثاني؟ وين الاخير بالسكواد؟ وينه؟ اوه لا كيف في واحد بطخ عليه هنا. هيا شو شكله. لا حرام هاش. يا طب يلا خلينا نفنش هذا. لا هات الشدان. اوكي ايهم هناك بالاجواء هاي لازم تدير بالك. وينهم؟ معقول طلع من الزون؟ اوه الزون باخر الدنيا لازم نلحق حل. قاعدين يرموا علي قنابل. من وين بيرموا؟ قاعدين وانا مش شايفهم. يا رب الزون. اذا غدروني من ورا والله اكلت هوا. بس رح يهرب من الزون اكيد، ما رح يغدروني مش وقتهم. ايوه ما لا والله. غدروني. لا مليون حد. لا والله لازم اهرب. لا اوكي ليتس جو. بسرعة لحق حالنا. لا مليون حد من كل اتجاه. لا والله حرام، والله العظيم حرام. طلع السكواد كله بطق علي، قاعد كل السكواد قاعد يطق علي. بس يلا عادي بسيط. اوكي مبدئيا هاي كانت تجربتنا الاولية لهاي السكنات، تمام؟ بصراحة أنا انصدمت من شغلتين. أوكي أول إشي اللي بلازما توقعت إنه كثير أسوأ من هيك، طلع بصراحة يعني سلاح كويس، يعني بصراحة سلاح ينلعب فيه، يعني مش ينزبل زي هيك. ما بعرف هو من البلازما نفسه صار أحسن ولا من السكن ولا إيش، بصراحة ما عندي علم. بس بصراحة صار حلو يعني بإمكانك تعتمد عليه عادي بشكل طبيعي. ثاني إشي بالنسبة للشوتجن، أنا بصراحة كثير مصدوم من سرعة الريلود تبعه. أنا دائما متعود إن السوكان بده وقت كثير عبين ما يعمل ريلود، بصراحة لا، هاي المرة أنا شايف إنه الريلود تبعه كثير سريع، لدرجة إنه شوي قاعد يقرب على السوكان بطلقتين. وبصراحة إذا ظل السوكان بهذا المستوى، صراحة راح أفضل إني ألعب هذا السوكان أكثر بكثير من السوكان بطلقتين. وبصراحة هاي خلاصة الكلام بالنسبة لهاي السكنات. اكتبوا لي تحت التعليقات إذا عجبتكم هاي السكنات ولا لا، وإذا ما كنت مشترك في القناة اشترك فيها وفعل زر الجرس واعمل لايك. وإذا ما حضرت الفيديو تبع سكن شوتجن في شيبا راح تلاقيه هسه بنهاية الفيديو. وبالنهاية كان معكم دراجونوف ودمتم في رعاية الله.